انتهت مباراة الأهلي والدحيل القطري التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية بقطر. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. فاز الأهلي على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية ليتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة. ومن المقرر أن يواجه الأهلي في المباراة المقبلة نظيره بايرن ميونخ الألماني في إطار منافسات دور نصف النهائي لمونديال الأندية. وتقام مباراة الأهلي وبايرن ميونخ القادمة وذلك يوم الاثنين 8 فبراير 2021، وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر و9 مساء بتوقيت قطر و9 مساء بتوقيت السعودية. وكان الأهلي قد تأهل إلى مونديال الأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب الأفريقي للمرة 9 في تاريخه. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.